سليمة، مرحبا بكم. كما نعرفوا اللي الانسان يعدي ثلث حياته في النوم، دونك النوم هو حاجه تري تري امبورطانت لراحه الانسان، ينظم فيها افكاره ويرتح فيها بدنه واعصابه. يلزم يختار مخده تكون هايله باش النوم نتاعو يكون بالقدا. دونك المخده نتاعنا يلزمها تكون مليانه اما تريه او ميم طون، باش هكاكا وقت نحطوا راسنا في الوسط يكون بيان انفولوبي، ما يكونش معناتها يابس، يلزمو يدخل في وسط المخده بالقدا. الماتيغ اللي نستعملوها هي فيبر. الفيبر هذه كي القطن هي ماتيغ ياسر باهيه وياسر طريه، او ميم طون ال انفولوب كيما قلنا الراس والرقبه. ناخذوا كوسان ماذا بينا تكون طويله في طول المخده، اون لابوز فوق المخده ونتكيو عليها، سورتو كي نبداو نتفرجوا في التيلي ولا نقراو في كتاب ولا نستعملوا في التليفون، ماذا بينا ما ناخذوش بوزيسيون تاع النوم، نرتاحوا على الكوسان تاعنا ونحيوهم كي نجيو نرقدوا. أبار لي موبل يلزم في بيت النوم نختاروا جرية هايلة ومخدة هايلة وديدغا هايلين، باش هكاكا الكاليتي نتاع النوم تاعنا تكون باهية ونقوموا مرتاحين. وفي فازا ديكو باش نشوفوا فازا مزيانة برشا، اللي هي كوسان مخدومة بالفولارة العربي نتاعنا اللي نشوفوها في دار جدودنا وتربينا بها، تتميز بكاليتي هايلة نتاع قطن وزادة فيها ديكولوغ ياسر مزيانين. قولك ضحى، انا نحبهم برشا، معناها افكار هاجر، على خاطر في كل مره نتعلم حاجه، وتوا زيد باش نتفرجوا في فيتيير سونتي ميزون اللي كل مره تعلمنا استوس جديده نجمو نطبقوها في ديارنا. كيفاش نلمعوا الفضله ولينوكس اللي عندنا في الدار؟ ناخذوا دونتيفريس ابيض وناخذوا شيفونه ومن بعد نمسحوهم بالقدا. بعد 10 دقائق نشلوهم تحت السبيله وهكا ما يلمعوا. الدونتيفريس نجمو نحيو بيه زاده بلايص ستيلو من الحيط. الدونتيفريس سي ان انتي تاش ينحينا البقايع من الحوايج كيما المكياج، زيت، تحبار، دي زاده. نوتخ سونتي دون نوتخ ميزون. دونك يعطيها الصحة هاجر، فريمون كل مرة تجيبنا هكا دي بتيت زاستوس دو غران مير تخلينا نحنا ساعة ساعة نحيروا في أبسط الحاجات وهي كل شيء قدامنا، كل شيء ندخل بوختي، مش هكا ضحى؟ جو سوي امبرسيوني خاصة على فوائد الدونتيفريس وكيفاش ينحي المكياج، أهم حاجة. أهم حاجة ينحي المكياج من الحوايج تقصد؟ وي وي تقصد، خاطر كان باش تعمل هنيك بالدونتيفريس يظهر لي مشكلة. دونك توا ضحى عندنا إيمو بوخس معاك أنت، خاطر كل جمعة تعطينا أسوام التراب، أسوام الديار، أسوام بورتمانات في كل مناطق الجمهورية التونسية. دونك توا إيمو بوخس مع ضحى. مرحبا بكم في إيمو بورس. كما عودناكم كل مرة تعرفوا أسوام مترو التراب والديار في مناطق مختلفة من الجمهورية. اليوم باش نشوفوا في حي النصر وفي سيدي حسين السيجومي، ونبداو بحي النصر اللي معروف اللي هو تابع ولاية أريانا. نبداو بسوم الديار. سوم الديار ما بين 700 و 1500 مليون، مترو التراب من 1000 دينار فما فوق، سوم ليزابارتمون ما بين 400 و 650 مليون. نمشي والسيد حسين السيجومي واللي تمثل ثلث منطقة تونس الكبرى، سوم مترو التراب فيها ما بين 100 دينار و 250 دينار، بالنسبة لسوم الديار ما بين 200 مليون و 350 مليون، بالنسبة لليزابارتمون ما بين 80 و 200 مليون. هذه كانت إيمو بورس لليوم، إن شاء الله نكونوا فدناكم. استنونا في الحلقات الجايين نعطيكم أسوام الديار وميترو تراب في مناطق أخرى من الجمهورية. توا باش نمشيو لفقرتنا فوكس أون مع منيا وديزانفيتي سبيسيو، عندنا مستثمرين من السعودية وشركة جديدة بين تونس والسعودية. دونك معانا دي انفيتي تري سبيسيو في فوكس أون اليوم، معانا سي عبد الله عزيز اللي هو لو جيرون دو جيت 11. مرحبا بك سي عبد الله. مرحبا بك. ومعنا الدكتور سعيد الدوساري رئيس التنفيذي ومالك مجموعه التشافي الطبيه في السعوديه، مرحبا بك. ومعنا بطبيعه الحال الدكتور شهر الدين الزروي اللي هو البارتنير نتاع جيت 11، مرحبا بكم. قبل كل شيء عبد الله، انت جبت لنا ماتير من السعوديه على خاطر عملتوا ان سالون يظهر لي نظمهم نظم معاك سي فهمي شعبان. السالون هذايا شامبر سانديكال نتاع لي بروموتور ايموبيلي تابعين لوتيكا. دونك توا نحن باش نتفرجوا في المعرض اللي صار اللي هو تيبكس. تيبكس في تيغ.
أصحاب المعالي والسعادة، أشقائنا السعوديين والأخوة العرب، أن المعرض التونسي الدولي للعقارات تيباكس ينتظم في دورته الأولى. دونك عبد الله حكينا شويه على لي روتومبي نتاع المعرض هذا وشكون شارك فيه بالضبط. انا في بالي دي اجانس ايموبيليير ودي بروموتور ايموبيليي باش قدمتوا لي بيان اللي عندنا نحن هوني اللي عايشين غاديكا. دونك حكينا شويه. والله هي معناتها تيبيكس اول صالون تونسي معناتها عقاري يمشي للسعوديه، معناتها الامباكت نتاعو كان كبير وكانت حاجه ياسر تفرح من التونسيين المقيمين كيما من أشقائنا السعوديين معناتها اللي جاوا بحذانا وزارونا وزاروا المعرض وكانوا دعمونا دعم كبير كيما الدكتور سعيد اللي هو بحذانا جانا وفرح بينا وفرح بالجالية التونسية الكل. ويعني كانت مبادرة متاع تيباكس كانت خذت صدى باهي في السعودية الحمد لله أول مرة. مشاو معنا 14 اكسبوزون معناها مش حاجة كبيرة معناتها كأول إديسيون نقولوا حاجة باهية، أما كنا نتمناو أكثر. إن شاء الله في الإديسيون الجايين يشاركوا معنا أكثر. مشاو معنا زاد مؤسسات حكومية معناتها كيما سنيت كيما لفهاش، مشاو معنا زاد نتاع البحيرة كيف كيف، وجاو مستثمرين سعوديين. الحقيقة كنا فرحانين وهم كل فرحانين معناتها بالمشروع هذا بالمعرفة. والحمد لله معناها كل شيء تعدى لباس. أول إديسيون كما قلت لك إن شاء الله في الإديسيون جايين ديما نكونوا نحسنوا ويشاركوا معنا أكثر إن شاء الله. وإن شاء الله يكون الحضور إن شاء الله أنتك بالتوفيق. نحن رينا حاجة ياسر حلوة وحاجة ياسر مزيانة. دونك سي عبد الله جبت بحذنا في شهر الدين الزروي اللي هو الأسوسي نتاعك، وعندكم دي بروجي أخرين باش تعملوا معرض آخر عن قريب إن شاء الله. ساعة قبل كل شيء نحب نشكر السفارة السعودية بتونس، نشكروها ونحيوها اللي هي قدمت الدعم اللازم كله وتسهيلات للعقاريين إنه يسافروا الى المملكه. اوكي بالنسبه للمعرض الجاي ان شاء الله بيكون بباريس او ليون، اوكي، وان شاء الله بيكون بنفس الكونسيبت والمواصفات اللي صارت بالمملكه، لانه كان الكونسيبت غير الكونسيبت العادي في اي معرض ثاني، اوكي، وهذا لاحظوه العقاريين في جده. اوكي فان شاء الله هذا تحدي تشالنج جديد عندنا نحن بالنسبه لنا انه نعمل في بيكس في باريس او ليون بنفس الكفاءه وبنفس مازال ما عندكمش الدات. الدات لسه ما حددناش نحن، اوكي، اما عن ان شاء الله باش نعملوا اجتماع عن قريب مع المشاركين اللي شاركوا معنا ديجا في السعوديه، خاطر هما عندهم الاولويه، خاطر عطاو فينا الثقه وهي كانت اول مره معناتها عطاو فينا ثقه باش نخليهم هما ديما بريفيليجي معناتها هما عندهم الاولويه باش نختاروا باش نتناقشوا وبالطبيعه من بعد باش نمشيوا للمشاركين الجدد. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله نحن نكونوا زاده موجودين في المعرض هذا، معناها نجيو نعملوا تغطيه خاصه للمعرض اللي باش تعملوه. دونك ومعنا الدكتور دوساري، الدكتور سعيد دوساري اللي هو الرئيس التنفيذي ومالك مجموعه التشافي الطبيه في السعوديه. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك وشكرا لك مدام مونيا واسره القناه التاسعه. عايشك. على الاستضافه الكريمه. دونك انت توا جيت بحذنا لتونس على خاطر تحب تستثمر في توريزم ميديكال، هكا ولا لا؟ اي نعم. دونك ومع سي عبد الله وسي شهر الدين زاد كيف عاملين عقد شراكه باش تعملوا المشروع هذا مع بعضكم؟ زيارتي كانت نتيجه للعمل الجميل اللي كان في جده بالمملكه العربيه السعوديه والمعرض اللي قدموه افضل شابات وشباب تونس، دائما اللي عودتنا بالعطاءات الجميله. زيارة خادم الحرمين الشريفين في مارش 2019 وزيارة سمو ولي العهد تأكيد على العلاقات التونسية المميزة التونسية السعودية. دعوة كريمة من الزملاء في جيت 11. العقار هو قيمة والعقار في السياحة العلاجية قيمة مضافة. تونس المكان فيها الشمس وفيها البحار وفيها الطبيعة الخلابة وفيها المنتجات الغذائية اللي نعتبرها احنا صيدلية دوائية.
تونس الإنسان المثقف الواعي الراقي المضياف لكل الأديان لكل الدول لكل اللهجات لكل العالم، إنسان قدوة سواء امرأة أو رجل. لذلك هذه مقومات أساسية أعتقد لتونس، وهذه من أكبر الأسباب الواحد يفكر أنه يستثمر في تونس أو يخلق علاقة مشتركة ما بين تونس والسعودية. دونك أنت كيفاش باش تراها توا العلاقة هذي والاستثمار هذي كيفاش باش يتمثل كونكريتمون معناها شي يصير؟ احنا الآن في طور دراسة الماركت، لكن كل المؤشرات كل المقومات مبشرة أنه يكون في تعاون مشترك، إما أنه الطبيب والبروفيشنال التونسي يجي للسعودية أو العكس أنه الجروبز تجي إلى تونس. التبادل أيا كان هو ليس طبي فقط بقدر ما هو ثقافي اجتماعي روحي ديني عربي، شيء مميز، وتونس مميزة على مستوى الشمال الأفريقي، سباقة في ميادين الثقافة والصحة. يعطيك الصحة دكتور، والله هذه حاجة تفرح وحاجة معناها تسر. ديما نحن نفركسوا على المستثمرين باش البلاد نتاعنا تتطور وتتحسن، وكان فما تبادل هكا سحتو في الميدان كسوا ميدان العقارات ولا المجال الطبي زادا نحن نفرحوا. دونك نشكركم على الحضور، بارك الله فيك دكتور سعيد الدوساري، مرحبا بك أونكوغ أون فوا يا عبد الله، خاطرك هذايا دار دارك. ونشكروا سي شهر الدين الزروي اللي هو جاب حذانا زادا، مرحبا بكم أونكوغ أون فوا. وتوا ننتقلوا للروبريك نتاعنا اكتشف معنا. في اكتشف معنا اليوم باش نزوروا معرض التسويق والتصميم بالكرم في دورته 16، وين نلقاو 220 عارض وبحضور أكثر من 70,000 زائر. المعرض هذا اللي تواصل لمدة 10 أيام من 13 ل 22 ديسمبر يتقسم لأربعة فضاءات. فضاء الاستقبال والنصيحة اللي فيه مختصين يستقبلوا الزائرين يقدموا لهم نصيحة مجانا حول كيفية اختيار وشراء المنتوج. عمليه جديد هذا الاسباس اكاي كونساي، ان اركيتكت سبيسياليزي يحاول ينصح الزائرين شنو ينجموا يشريوا وقت اللي يحبوا يبدلوا ديكور والا باش يشريوا ديكور جديد. نلقاو زاد الفضاء التجاري اللي يضم 220 عارض من قطاعات النسيج والديكور. وبالطبيعة يتميز المعرض هذا بآخر صيحات الموضة والابتكارات الجديدة المعروضة. تو نخدم افيك دي زيفي اون فيت دي زيمو ايفي، لي زيمو هذوما قبل كانوا يخدمون برصاص باش يظهر لي في اللي موجود عندي في السيراميك، نزيدو رصاص باش يعطي لي زيفي. انا لا نحينا رصاص وخلطنا حاجات اخرين باش يكون اليمونتير ويكون يعطي منظر حلو. هذاك علاش تم تخصيص فضاء خاص بلي نوفيل توندونس في ديكوراسيون، وفيه اخر موديلات فن التصميم والديكور. والاستثناء السنة في معرض الكرم هو فضاء الابداع اللي استقبل مجموعه من المبدعين المتخرجين من معهد الفنون الجميله. السنة استقبلنا فيه سبعه مصممين، كل واحد عنده الانتاج نتاعو، عنده عمل لنا كوليكسيون اكسكلوزيف بوغ دار ديكو 2019. الاسباس هذا نعطيوه غراتويتمون. هو المعرض هذا عطانا ان بتي ديفي سي ترافاي سور ليكولوجي، دونك اخترنا لو ريسيكلاج. دونك هذا باغ اكزومبل سي دو بابي، عجينه من الباز نتاعها بابي باش عطينا التكستور هذايا. خدمنا مثلا هنا بالتاي، تنوع نتاع القهوه، خدمنا بالكركم، بالنعناع الشايح. دونك حاولنا نكون حتى لي كولورون اللي نستعملوهم دي كولورون من الكوجينه ومن الطبيعه. وخدمنا زاده الامبرسيون والتنتور فيجيتال، استعملنا هذايا مثلا الكركم، زدناهم شويه بودغي، حتى الحلفه كيف تعاملنا مع نساف في القاسرين ونجحنا باش نعاودوا نستعملوا التنتور فيجيتال كيما الكركم وقشور الرمان. وضحى باش نوصلوا للبارتي المهمة نتاعنا اللي تستناو فيها الناس الكل. حانت لحظة الحقيقة، حانت لحظة الحسم. الكليونت بحذينا نستدعوها، مرحبا بك هويدا، شرفنا في البرنامج. دونك لحد الان ما نعرفوش الريزلتا، شكون اللي ربح، فريقي انا ولا فريق منيا؟ اما هيت قبل نذكروا باللي دو بيان لي عنا.
في فقرتنا اليوم من شوف لي دار نقدم لكم زوز ديار أوستونديغ موجودين في حي النصر، تحديداً لا غيزيدونس بريزيدونسيال الريال. لا غيزيدونس متاعنا فيها سيستيم اوتيلي، نيفو دي سيكوريتي فيها عالي برشا، فيها ان ار دو جو بور انفون، باركينغ وفري ويفي. زحا قدمت للكليونت متاعنا دار اس بلس 3 مساحتها 180 متر مربع، فيها سويت بارونتال افيك حمام فابوريوم، سال دو بان، سال دو دوش، الكوجينة متاعنا توتالمون ايكيبي، شبابك الدار دوبل فيتراج، شوفاج سنترال، كليماتيزاسيون ملتي سبليت، اي شومبر دو سيرفيس. وسومها يبدا ابارتير من 381 مليون. مونيا قدمت للكليونت اس بلس 4 مساحتها 205 متر مربع، فيها سويت بارونتال افيك بينوار اونيلو، زوز بيوت للصغار بالسال دو بان تاعهم. كوجينتنا توتالمون ايكيبي، شبابك الدار دوبل فيتراج، شوفاج سنترال اي كليماتيزاسيون. وسومها 614 مليون. هويدا مونيا توصلنا للقطه الحاسمه باش تعطينا الريزلتا، من قبل كل شيء اعطينا شنو هو اكثر حاجه عجبتك في زوز ديار؟ بون هما كل ابارتمون عنده الشارم نتاعو، اما فما الديكوراسيون بوتيت، فما المساحه تاع العدوات هذه ديجا حاجه باهيه بيان سور. سينو كل ابارتمون عنده شارم والريزيدونس هي بكلها كما انا حبيت. يعطيك الصحة، أما قبل زادة ما تعطينا الريزولتا قول لي شكون عمل فينا لعب فينا دور لاجون ايموبيلي خير، أنا ولا ضحى؟ الحقيقة ما نجمش نقيم على خاطر لو فات اللي أنتم هزيتوني للريزيدونس هذيك، دونك ديجا للزوز معناها عرفتوا وين تحطوني وهذا يعني حاجة باهية، خاطر لاجون ايموبيلي يزن يفهم الكليون تاعو. وانتم اخترتوا لي الحاجه اللي انا نحب عليها ولا وجع عليها بيان. سوف كو ضحى لعبت لي على البسيشيك، اي على الفابوريوم يظهر لي لعبت لك اكثر على الفابوريوم وهذه حاجه باهيه. انت فو ميتريزي برشا لي مو تكنيك نتاع الجو نتاعنا نتاع لي موبيليي والكل بلو بروفيسيونيل، سينو معناها ما شاء الله عليكم للزوز. يعطيك الصحة، دونك توا اعطينا شكون ربح فينا، خاطر انا ما عادش نجم يظهر لي المتفرجين زاد ما عادش نجم. اكيد والله شنو نقول لك مونيا، الحقيقة لابارتمون اللي هزتني ليه روعة. ما عجبتنيش دخلت. مزيان، سباسيو، سوف كو. فوالا عرفت اللي فما سوف كو. فماش حمام. فماش حمام، وأنا اخترت لابارتمون اللي هزتني ليه ضحى. خاطر بالحق هذيك الحاجه اللي وجع عليها اباغ الحمام واباغ كل شيء، الا بيان شوازي معناها هزتني للحاجه اللي نحب عليها. فوالا دونك برافو ضحى، يعطيك الصحه. صح انا خاطر ما نعرفش الريزلتا وبالحق لعبت لي على البسيشيك حتى هي بكري واحنا نصوروا. مبروك عليك اون توكا دو توت فاسون، وهي نحن نذكروا بالريزيدونس اللي هي ريزيدونس الريان، ونشكروا طبعا عقاريه شعبان اللي وفرت لنا لي دو بيان وسهلت لنا خدمتنا باش احنا وفرنا للكليونت بتاعنا البيان اللي تحب عليه. ذكروا بالجو ضحى، نحن زاد عندنا جو في البرنامج وي. دونك نحن راهو يا جماعه يلزمكم تعرفوا اللي نحن لو سول بروغرام على الايموبيلي اللي نجم يربح دار، دونك تفرجوا فينا وتبعونا وتنعطيكم طريقه المشاركه عن قريب. هذا هو، نشكروا لي سبونسور زاد طبعا بيانا. نحب نشكر سعيده مقني على الشعر والمكياج، وديفاستور مازه 5 على اللبسه. شكون عندنا اخر مونيا باش نشكروا؟ عندنا ميزون جويل، عندنا بوتيك سيرين زاد في سنتريكس، وعندنا بيان اونتوندو دارلينج جو، عندنا ايموبيلي شعبي. نشكروهم الكل ونقول لهم على السمين بروشين. على السمين بروشين، بحال خير بحال خير.